دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لقبول المبادرة التي طرحتها إدارة إقليم كردستان لبدء محادثات على أساس دستور البلاد. وخلال مشاركته في ندوة بجنيف أشار تيلرسون إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع العبادي والرئيس الإقليم مسعود بارزاني، كما أعرب عن استعداد بلاده لدعم بغداد وإربيل للوصول إلى عراق اتحاديا ديمقراطيا موحد على حد وصفه، ومطالبا القوات الاتحادية وقوات الإقليم البشمركة بتجنب الاشتباكات. وكان العبادي قد أعلن رفضه مقترحا لحكومة إقليم كردستان يقضي بتجميد نتائج الاستفتاء لإفساح المجال أمام وقف إطلاق النار بين الطرفين. وأكد العبادي في بيان صادر عن مكتبه أن بغداد لا تقبل بأقل من إلغاء نتائج الاستفتاء كلياً.